يعني سمر، برغم الظروف الصعبة والاستهدافات والظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، إن كانت اقتصادية وإن كانت حياتية، ولكن إيد الخير وإيد العطاء وقلوب السوريين دائما مع بعضها. مبادرة من إيدك أحلى هي مبادرة أطلقتها جمعية نور من سنتين، يشرف عليها مجموعة من المتطوعين، بتهدف إلى مساعدة المحتاجين بأمور أساسية بحياتهم، لا يتحول هالشخص المتبرع لبطل ممكن ينقذ من خلال تبرعه حياة عدة أشخاص، أو يساعدهم بتحسين الوضع التعليمي أو أمور بتتعلق بحياتهم. حنحكي أكثر عن المبادرة، ورح نحكي من سنتين لهلأ شو عملوا بمبادرة من إيدك أحلى مع السيد عبد الناصر ناجي، منسق بالحملة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي من إيدك أحلى، خلينا نحكي عن سبب التسمية، نتعرف على الحملة بشكل أوسع. حملة من إيدك أحلى هي حملة تابعة لجمعية نور، انطلقت بشهر أيار 2018. هي حملة جمع المساعدات، إن كان سواء عينية أو أجهزة سمعية أو معينات حركية. فليش سميناها من إيدك أحلى؟ لأنه هي بتيجي من إيد الشخص، من إيد المتبرع. يعني نحن شغلتنا صلة وصل بين المتبرع وصاحب الحاجة. نحن ما بس بنضوي على هاي الحالات، نحن بنخلي المتبرع هو يروح يساعد هاي الحالة، سواء زي ما قلت لك بجميع الخدمات اللي عم نقدمها، شو ما كانت تكون الحالة اللي عم تيجينا. تمام. نعم، خلينا نحكي سيد عبد الناصر، يعني الحملة من سنتين إلى حد الآن، من هي الشرائح يلي استهدفتها؟ ويمكن خلينا نحكي عن أهم الإنجازات يلي تمت خلال الحملة. هلا الفئة جميع أي حدا ممكن يجي لعنا على الحملة هو حكومة مستهدف. نحن ما عندنا فيتو معين على اي حدا بحاجه هاي المساعده، نحن جاهزين نساعده. فكيف تجينا هاي الحالات؟ بتجينا حالات عن بريد الصفحه، بريد صفحه حمله من ايدك احلى، او على رقم الحمله اللي هو موجود دائما على الصفحه، او عن طريق مراكزنا التابعه للجمعيه. نحن عم نشتغل باكثر من محافظه، عم نشتغل بدمشق وريف دمشق وبالقنيطره وبحمص وبالسويداء. فكل مركز في عندنا مدير حاله تمام تابع لهذا المركز، بتيجي هاي الحاله اللي عنده بتعرض حالتها تمام، فبيبعثوا لي اياها على ضمن الحمله، فنحن بننزلها، بننزل هاي الحاله ضمن، طبعا نحفظ كل الخصوصيات تبع المستفيد، جميع الخصوصيات. فبننزلها على صفحه الحمله، واثناء بيجي متبرعين، وطبعا الثقه كبيره صارت بين المتبرعين والحمله، كونه انه هنن عم بيجوا، يعني هن عم يروحوا يساعدوا، نحن عم خلينا نتواصل معهم شو ما كانت مساعده، هن عم يروحوا يساعدوا، فالثقه كثير كبيره. تمام، خلينا نحكي عن المساعدات بشكل اكثر، شو عم تكون لكل الاشخاص اللي حابين يتواصلوا معكم، بالاضافه من لما بلشت الحمله لحد اليوم شو قدرتوا تحققوا؟ هلا بالنسبه للمساعدات اللي قدمناها، هلا نحن قدمنا، عم تجينا حالات بدها معينات بصريه، فنحن فورا عم نخدمها، عم تجينا بدها معينات حركيه تمام، ان كان اطفال او كبار، عم بيجينا كثير اطفال انه بحاجه معينات حركيه، كراسي مدولبه، فنحن عم نحاول نغطيهم قد ما بنقدر، يعني نحاول أن نروح نتجه للمتبرعين، لاي حدا، او ننزل على صفحه كونه عشان نغطيهم. حقائب مدرسيه، يعني قدرنا نستهدف، عملنا حمله على مدرستي، هي ضمن المبادره من ايدك احلى. على مدرستي هي لجمع الحقائب المدرسيه والقرطاسيه للاطفال اشد فقرا. حاولنا نستهدف يعني قد ما بنقدر، وطبعا هذا كلياته عم بيجي من المتبرعين، يعني كل شيء حقائب جمعناها ضمن الحمله عم تيجي هي كلياتها من المتبرعين. قدرنا نغطي اكثر من 700 طفل، طبعا المناطق انتشارنا كون نحن منتشرين كثير مدن، فمناطق انتشارنا عم ناخذ الاطفال اشد حاجه، فعم نغطيهم بالقرطاسيه. بالنسبه للحالات اجانا عمليات، هلا بيجينا كثير على بريد الصفحه عمليات بحاجه لعمليه تمام. نحن كجمعيه في عندنا مشروع طبي، كجمعيه نور في عندنا مشروع طبي، فكمان المشروع الطبي عم يساعدنا بالحمله، عم يساعدنا كيف عم تغطوا انتم العمليات؟ هلا المشروع الطبي تمام بغطي عمليات، وفي عندنا عيادات، يعني في عندنا مثلا مراكز طبيه بالزاهره، منطقه يلدا، منطقه كفر بطنه، كل مركز فيه 3 عيادات داخليه اطفال نسائيه، بالاضافه للطوارئ هي على مدار الساعه. فجميع الخدمات اللي نقدمها بمراكزنا الطبيه كلها مجانيه، ان كان استشارات وان كان خدمات من تحاليل لعمليات. فبتيجينا هاي الحاله عندنا على بريد الصفحه،
فعم نشوف نقدر نغطيها ضمن المشروع، ففورا نحن بنغطيها شو ما كانت العمليه ضمن مشروعنا الطبي. ما في ضمن المشروع فنحن بنعرض بننزل الحاله على صفحه الحمله، تمام، وبيجيها متبرع. وكثير يعني مو متخيله قديش العالم بس لهفته، هو الخير فينا، الخير متأصل فينا كلياتنا. ونحن معتمدين سلوغن بالحمله اسمه الخير بيعدي. تمام. نعم، نحن اكيد بدنا نقلكم موفقين يا رب، وان شاء الله هيك الله يعطيكم الخير اكثر واكثر. شكرا كثير لك، وتحياتنا لكل الفريق من ايدك احلى. شكرا كثير. من ايدك احلى وفريق جمعيه نور كليات المتطوعين والموظفين. شكرا. اكيد بنوجه لكم كل التحيه وشكرا لوجودك معنا، بنتمنى لكم كل التوفيق والاستمراريه. اكيد شكرا لك.